سلام البنات، كي دايرين؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. ولقاكم الفيديو ديالي 5 ماشطين ناشطين والمورال بخير. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه جديده وسهله وكل شيء تيقلب عليها. فاليوم جبت لكم وصفه لزياده الوزن، زياده الوزن وعلاج النحافه. فكتعرفوا بان الناس اللي كتعاني من النحافه، يعني كيكون عندها واحد الاحراج بحال هكا، تقدر تكون هذيك النحافه كتسبب لها الاحراج. فاليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي خطيره واللي كتكون عندكم في البيت ديالكم، وصفه فعاله 100%. فغادي تتبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا هكا المراحل ديال الوصفه وتشوفوا الطريقه. فاليوم كما كتعرفوا يعني بزاف منا يعني اللي تيعانيو النحافه، فكتكون عندهم ما عندهمش الشهيه فما كيقدروش ياكلوا. فلهذا انا جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي تخليكم تزادوا واحد 3 كيلو في الاسبوع ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا اذا تبعتوا الوصفه يعني يوميا. يعني غادي تتبعوا هذه الوصفه اللي غادي نعطيكم يوميا كل نهار، وهكا غادي تلاحظوا النتيجه. فغادي تشكروني اكيد اكيد اكيد، وانا متاكده بانكم غادي تجيو تشكروني، لانها وصفه رخيصه سهله متوفره في البيت. يعني ما غاديش تحتاج شي تقلبوا عليها في الزنقه او شي حاجه، المكونات ديالها بسيط جدا جدا جدا، فهي وفعاله 100%. والمكونات ديالها بسيط جدا، يعني كيكونوا متوفرين في البيت ديالي واكيد وفعاله كنقول لكم ومجربه. يعني غادي نجربوها وغادي تردوا عليا الخبر، فكنتمنى متاكده 100% باي واحد غادي يجربها فغادي تنجح معاه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فغادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير هكا باش تشوفوا المكونات ديال الوصفه والطريقه ديال كيفاش غادي نحضروها. وبالنسبه للاستعمال فغادي تبقاو تستعملوها ان شاء الله يوميا واحد المده ديال الشهر. فالمده ديال الشهر غادي تعبري قبل ما تبداي تاكلي هذه الوصفه، وغادي منين يكمل لك الشهر ديالك فغادي تمشي توزني. فاكيد وانا متاكده 100% ومليون بالمئة، ماشي 100%، فغادي تكوني تزاديتي في الوزن وغادي ترجعي ان شاء الله وغادي تخلي لي تعليق. فالبنات ما تنساوش تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا الجرس اللي كيكون هكا بالجانب باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. فغادي نقلب دابا الكاميرا باش نشوفوا المكونات ديال الوصفه والطريقه كيفاش غادي نستعمل. سلام البنات، نتمنى كاملين تكونوا بخير. كما شفتوا اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه لزياده الوزن. فكلكم كتعرفوا بالناس اللي كيعانيوا من النحافه فكيبغيو يتزادوا في الوزن. فاليوم غنجبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله وكتكون متوفره عندكم في البيوت ديالكم وما كتحتاجش منكم شي مجهود، سهله بزاف. فنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال الوصفه وتشوفوا. فهاد الوصفه هذه فعاله، فقط خاصكم تداوموها يعني كل نهار تتبعوها. فهاد الوصفه صراحه كتعطي واحد النتيجه اللي هي ممتازه جدا. فكما كتعرفوا غادي نحتاجوا واحد الحبه ديال البطاطا، يعني هاد الكميه اللي غديروا خاصكم تاكلوها كامله، يعني بحال الا درتي حبه ديال البطاطا غادي تاكليها كامله. المهم غندير واحد الحبه ديال البطاطا، وغادي ناخذ الحلبه. بالنسبه لي انا خديت الحلبه وطحنتها على هذا الشكل هكا، يعني واحد المعلقه ديال الحلبه مطحونه، واحد الجبن مثلث، يعني اي جبن، جبن مثلث، واحد المعلقه ديال العسل. تقدروا تعوضوا داك العسل بالشوكولاط يعني نوتيلا او هذا، فكلكم كتعرفوا بان الشوكولاط والبطاطا يعني كيغلطوا. فغادي ندوز دابا ناخذ هذه البطاطا هذه وغادي نديرها تسلق هكا حتى طيب ليا، وعاد باش ندوز نكمل معكم الوصفه. فصراحه البنات صراحه هاد الوصفه راها خطيره 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 بزاف، والله القسم اقسم بالله زعما غير جربوها وردوا عليا الخبر. جربوها، ماشي غير تجربوها مره ولا جوج، يعني غداوموها واحد المده تقريبا ديال واحد شهر ولا شنو، غادي تلاحظوا النتيجه، غادي تلاحظوا بانه غيكون عندكم واحد التغيير كثير. فغادي ندوز انا نسلق هذيك البطاطا وغادي نتلاقى معكم باش نكملوا الباقي ديال الوصفه ديالنا. صافي دابا من بعد ما سلقت هذيك البطاطا، من بعد ما طيبنا هذه البطاطا، فغادي ناخذ الطبسيله ديالي وغادي ندوز نقشر هذه البطاطا هكا باقي سخونه.
البطاطا هذه اللي قشرنا كما كتلاحظوا، يعني هذه البطاطا هذه هي طابت، فكنحاول نمعكها هكا بالفرشيط. نحيد منك هاد الكحولية هادي، صافي كنحاول هكا نمعسها، وكنزيد ليها ديك المعلقة ديال الحلبة، كنزيد الفرماجة. البنات بالنسبه لهاد العسل هذا، هاد العسل فقط باش كيحيد لينا ديك المروره ديال ديك الحلبه، يعني تقدروا تستغناو عليه ماشي ضروري، هذا فقط باش يحيد لينا ديك المروره ديال الحلبه هكا باش نقدر نزعمو على هذيك البطاطا وناكلوها. فانا غادي ندير منه واحد شويه. هاد العسل عندي انا حر، يعني نتوما تقدروا تستعملوا الشوكولات او تقدروا تستعملوا اي حاجه هكا حلوه باش تحيدكم. الا قدرتوا تاكلوها هكا فغادي تاكلوها هكا، ما غاديش تستعملوا هادشي نهائيا، غادي تقدروا تستغناو عليه. فانا البناتي ما كيبغوش ليا هاد المروره ديال الحلبه، فغادي نضيف ليهم هكا هاد العسيله هذه صافي. وكنحاول ندخل هاد العناصر هكا مع بعضياتها. فالبنات هاد الخلطه هذه راه كتجي زوينه، غير فقط اللي ما كيبغيش المروره ديال الحلبه اللي غتجي شويه. غادي نبقى هكا نمعك فيها حتى غادي تمعك ليا مزيان، وغادي ندخل فيها هذوك المكونات صافي. وغادي نبقى تقريبا كنستعمل انا هاد الوصفه هذه يوميا يوميا، الكميه اللي غادي نديروا تاكلوها كامله، يعني تقدروا ديروا حبه ديال البطاطا تكون صغيره، الكميه كامله تاكلوها هكا باش غادي تلاحظوا الفرق، يعني باش هكا حيت بطاطا وحده هي اللي غتشبعكم حتى تعشاو وتساليو وتبغاو تنعسوا، عاد باش غادي تاكلوا هاد الوصفه هذه. يعني كنأكد عليكم، يعني ماشي في اي وقت غادي تبقاو ديروها تبقاو تاكلوا منها معلقه، فغادي تاكلوها الكميه كامله هكا باش كتشبعكم، وملي كتنعسوا كتعرفوا البطاطا راه تكون غنيه بالالياف وبالنشويات، والفرماج راكم كتعرفوا يعني بلا شك انكم كلكم كتعرفوا الفوائد ديال الفرماج مع الحلبه. الحلبه راه كتحتوي حتى هي عندها واحد فيها مواد هرمونيه. فغادي نديروا هذه الوصفه هذه، فغادي نخلطها مزيان ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كتكون من بعد. فكما كتشوفوا بقيت كنمعك فيها حتى ولات هكا بحال الشكل ديال لابوري، بشرط انكم خاصكم تاكلوها من حدها كتكون باقا سخونه، يلاه يعني يلاه طيب وتمعكوها هكا بالفرشيط مزيان وتاكلوها، حيت كتعرفوا البطاطا ملي كتبرد يعني بحال كتنشف، يعني حاولوا تاكلوها هكا ملي تكونوا حتى غتكونوا غتنعسوا غتكونوا وجدتوا ديك الحبه ديال البطاطا، وملي تبغاو تنعسوا غادي تحركوها هكا بالزربه وغادي تاكلوها. فالبنات الصراحه صراحه والله والله العظيم الى وصفه خطيره، سهله والمكونات ديالها، وبالخصوص منين زدت ليها هذاك العسل يعني ف يعني كتكال، تقدري هذه الكميه تقدري تقسميها على ولادك بجوج مثلا اللي عندها الوليدات او اللي او يعني اولا دير حبه ديال بطاطا صغيره. فهاد الوصفه كنقول لكم راهي زوينه بزاف، فنتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ونكون خفيفه على قلبكم ديما دائما كما كنقول لكم. وما تنسوناش البنات من جيم وبارطاج الفيديو هكا باش تعم الفائده ان شاء الله بحول الله، ونتمنى نكون دائما عند حسن الظن باش هكا نزيد نعطيكم وصفات وحدين اخرين. فاي وصفات كتبغيو فخليو لي في التعاليق شمن نوع ديال الوصفات كتبغيو، فغادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات، وصفات ديال الشعر ووصفات ديال زياده الوزن ووصفات ديال البشره. فاي وصفه كتبغوها فما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير، ونتمنى من الله دائما كنقول لكم. فكما كتشوفوا البنات هذه هي الوصفه، غادي نحاول نقرب لكم يعني من بعد ما معكتها مزيان كما كتشوفوا، يعني ولات بحال الشكل ديال لابوري، يعني ولات ممعوكه مزيان.
ويستحسن البنات هاد الوصفه هذه منين تكونوا غادي تصايبوها، فحتى تبغاو تنعسوا ان شاء الله هذا غادي توجدوها هكا باش غادي تاكلوها وهي باقا سخونه، باش كتعرفوا ان البطاطا منين كتبرد فهي كتولي بحال هكا مكوره، فمن الاحسن طيبوها تكون باقا سخونه وتمعسوها تكون باقا سخونه مع كتزيدوا لها الفرماج هذيك كتولي بحال الشكل ديال لابوري. وبالنسبه لهذاك العسل فقط كيعطي هذيك الحلاوه كيهرز داك المروره ديال ديك الحلبه، فكتعرفوا الوليدات ما كيبغوش الحاجه المره، فهكا كنضيفوا لهم العسل او يعني شي حاجه حلوه هكا باش كتهرس لهم. تقدر تزيدي فيها غير شويه السنيده كاع اللي ما عرفش باش تهرس لهم المروره، الا ما الا كيبغيوها لك هكاك يعني تقدري تاكليها بالنسبه اللي غياكلوها كبار وداكشي، ففقط ما يستعملوش العسل وما يستعملوش حتى شي حاجه حلوه، فقط غادي يديروا الفرماج والحلبه وهذه. فهاد الوصفه صراحه البنات صراحه صراحه اقسم بالله العلي العظيم الا وصفه خطيره وفعاله 100%، ف مجربه زعما مجربه ماشي غير جيت وحطيتها لكم، فهي مجربه وكتعطي واحد النتيجه اللي صراحه روعه. فمشي تبداو الوصفه نهار ولا يومين وتقولوا لي لا الوصفه ما جابتش النتيجه، لا داوموا الوصفه يعني هكا ملي كنعطيو الوصفه فخاصك تتبعيها، خاصك تتبعي الوصفه يعني يوميا يوماً واحد المده على الاقل واحد المده ديال شهر هكا باش غتعطي معك واحد النتيجه مزيان، ماشي كديريها نهار ولا يومين وكتقولي تقولي الوصفه راه ما جابتش معايا النتيجه. فكلكم كتعرفوا ان البطاطا غنيه بالالياف وبالنشويات، فكتعرفوا بان البطاطا راهي تساعد في زياده الوزن. وبالنسبه للحلبه حتى هي فكلكم كتعرفوا الفوائد ديال الحلبه، وحتى واحد فيكم يعني ما غابر عليه يعني الفوائد ديال الحلبه. وبالنسبه للفرماج فهو كيعطي هذيك كيرطب لينا ديك البطاطا، فنتمنى من الله نكون خفيفه على قلبكم ونكونوا الفيديوهات ديالي ان شاء الله كينالوا اعجابكم. والبنات راه عندي بزاف ديال الوصفات بزاف بزاف، فقط الا بغيتوا شي وصفه غتخليوا ليا في لي كومونتير اش من نوع ديال الوصفات كتبغيو، وهكا باش نبقى نشارككم معكم. فعندي بزاف ديال الوصفات، وصفات ديال الشعر، وصفات ديال زياده الوزن، وصفات ديال انقاص الوزن، يعني اي وصفات بزاف ديال الوصفات. مهم الا بغيتوا شي وصفه فخليوا ليا في التعليق اش من انواع ديال الوصفات اللي كتحبوا، وهكا غادي نشارككم معكم. وما تنسوناش البنات من لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات ديالنا، وتعم الفائده ان شاء الله. بارطاجيو الفيديو مع الاهل الاصدقاء ديالكم. فبسلام عليكم ونتلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومع السلامه. ونتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله، فكلكم كنموت عليكم وكلكم كنبغيكم، ومرحبا بكم عندي كاملين وكل من ضم عندي في القناه ديالي، فكنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.